احمد، قبل ما ندخل لفقراتنا، انت الموقف اللي انت حكيته دوت تفكرني بحاجه، ان احنا عندنا الاطباء عندهم روح قتاليه كبيره جدا. فاكر ايام حريق مستشفى الحسين ولما حصل المشكله دي؟ طبعا. محدش تخلى ابدا، محدش تخلى ابدا عن اللي بيعمله. لا لا لا، السوشيال ميديا ساعتها ذكرت برضه، هي اللي عرفتنا البطولات اللي عملوها الاطباء اللي هناك. احنا عندنا بطولات يا احمد كتيره جدا، وقصص كتيره جدا لاطباء. يعني عايز اقول لك ان هم احنا مش بنتكلم على ظرف استثنائي يا هند. أنا فاهمة. ناس داخله بمزاجها دكتور بيعمل، حضرتك احنا اللي بيشتغل نص ساعه زياده بيقول يا غربتي. حضرتك دكتور بدا شغل من الخميس الساعه الصبح، انا مش عارف الساعه كام بالظبط، لحد عصر الجمعه بشكل متواصل، 6 عمليات قلب مفتوح ما بين اورام قلب وبين جرح. انا يعني بوست طويل جدا. يعني انت عارف يا احمد، ما هو ده اللي يخلينا نقول ان هي مش قصه استثنائيه. يعني انا لما بقول لك ان مستشفى الحسين وغيرها كمان من الحاجات اللي احنا ما نعرفش حاجه عنها، ولسه السوشيال ميديا ما سلطتش الضوء عليها، فده يدل على شيء، يدل ان الاطباء عندهم روح قتاليه، ورغم كل التحديات اللي انت بتتكلم عنها ما بيوقفوش ابدا ان هم يقدموا رسالتهم الساميه لكل مريض محتاج. بالتأكيد كل التحية وكل التقدير لأطباء مصر، ويعني يا ربنا يعينهم الفترة الجاية، فترة الانتهاء من قائم الانتظار دي، ودي من أعظم ما تم خلال الفترة اللي فاتت. يا رب إن شاء الله ربنا يقدرهم ويعينهم في كل المراكز في مصر.